موند، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا بخير على خير. اليوم نوفال فيديو معايا ان شاء الله غادي يعجبكم. اليوم غادي ندير معكم روتين ديال مانيكور ات هوم، حاجات بسيطه و مانيكور بروفيسيونيل، ولكن كاين شي حاجات ناقصه حيت ما متواجداش معايا هنايا في الدار. الوغ ان شاء الله المره الجايه، مي فريمون مانيكور زوين غادي يعجبكم ان شاء الله. الناس بزاف سولوني على قبل انستغرام ديالي، انا غنخلي لكم في صندوق الوصف وهنا في ليكرون الى بانت، وغتلقاو عندي كل شيء، اي حاجه في الانستغرام، اي حاجه تتعلق بحياتي بيان سور. وبالنسبه حاجه اخرى، الناس اللي تيقلبوا على دي ارتيكل ولا دي فيتمون ولا دي اي حاجه زوينه اوت غام، كاينه واحد السيده تتبيع داكشي زوين عندها الانستغرام ديالها، هي غنخليه لكم في صندوق الوصف وهنايا. سميتها ليليز بلو، عندها دي ارتيكل اوت غام، حاجه زوينه غتعجبكم في لي غام، عندها لي غام في لي مارك كاملين غتلقاهم عندها، وحاجه زوينه. الوغ نخليكم معايا في الفلوغ مانيكور على ميزون. بالنسبه لي برودوي ديال المانيكور، غنحتاجو الكوتون، دي سولفون، كوتون تيج، باتوني، لي ليم كارتوني اي لي ليم ميتاليك، بانس اونغل، لا باز، جيل كوت، فيرني، لو بول باش نديرو فيه لو تياد سافونوز، crème pour les mains. اول حاجه خص يكونوا يدينا او اظافرنا بيان بروبر نقيين، نهزوا لاليم، يا لاليم الومنيوم او كارتوني، وبداو نبردوا ظفرنا على الشكل اللي بغينا، دائري او شكل مربع كاري. البنات الا بغيتو تبردو الاظافر ديالكم، حاولوا تبردوهم في سونس وحده ماشي في دو سونس، باش لي زونغل ما يتهرسوش ليكم. Voilà, après ma brodnahom, rendirons flot tiède, savonneuse ou oxygénée. Ou rendirons un haraka massage à la chaque dérive, chaque ongle. On recouvre bien le bol, le main. Là, on nous ferons après, je me doule le manicure. Alors d'abord, on va la crème. On va faire un petit peu, je suis là, on va faire un petit peu. On va le bâtonner. On va nous sur chaque angle. On va le faire un petit peu. Et on va faire la crème bien le contour de l'angle. Pour l'hydratation ou bah si il te l'olina et la canette n'a chez
لا بو مورت ولا شي حاجه فوالا اون بعد ما سوهم مزيان باللا كريم البنات الا كان عندكم جيل ايموليونت راه تتباع عند لي بارفومري ولا شي حاجه جيل ايموليونت تزيد يساعد يحيد لا بو مورت اللي كيف تكون كونتور لي زونجل غير انا ما متوفراش عندي كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو فوالا هاد الطريقه بحال هكذا اي ابخي نعملوهم تاني في لوت يد غير شويه باش يزيدوا كثر يرطابوا ابخي نوجدوا الخطينه باش نوجدوا ندفعوا لي كوتيكول ديال لونغل تقدر تفعيه هي بهذا الالومنيوم سينو الا ما كانش عندك ديريه في الباتون فوالا تدفعو مزيان لي كوتيكول مي غير بشويه باش ما تجرحوش راسكم هذه حاجات سهلة تقدر أي وحدة ديرها في البيت ودير مانيكور ديالها بكل سهولة ويبقاو يدياتها دايما رقيقين فوالا يا بخي توجور ماسي كونتور ديال لونغل et après tu te prends le bâtonnet tu te mets au تحت تفر مزيان تحيد منهم ديك القشره ولا لا بو مورت اللي تتبقى داخل الضفر راه هو اللي ما تيخليش الضفر يطوالو فوالا بهذه الطريقه بحال هكذا انا قربت عليكم في الكاميرا باش تشوفوا مزيان فوالا كيف ما شفتو هزيت ان بوتي بو دو كوتون درتو في الباطوني باش نحيد هذاك لا كريم باش يطلعوا ليا هذوك لي لا بو مورت فوالا انا قطعتهم غير بال بانسا اونغل مي غير بشويه بانسا اونغل احسن يكون عندكم صغير ما يكونش الكبير باش ما ياكلش لكم بزاف لا بو فوالا تبقاو بحال هاد العمليه حتى الاخر ou les deux mains.
فوالا كيف ما تشوفوا ما بقاش لي لا بو مورت. الوغ بالنسبه لهاد لا ليم هذه مختصه لي زونغل اللي تيكونوا صفرين ولا شي حاجه، هي نورمالمون هي تتوحد اللون ديال الاظافر. تيكونوا هاد هذاك الاصفرار تيجوا من الناس اللي تيديروا بزاف الفيرني في الاظافر او الشقاء او الطياب. هذه تتقشر هذاك الطبقه الاولى ديال الاظافر وتتنقيهم وتدخلهم رقيقين. ومن بعد ناخذوا اي زيت كزيت لوز او زيت كوكو، ندهنوا بهم مزيان الاظافر واليدين باش يقوي الاظافر. فوالا كيف ما تشوفوا بوربوز فيرني، تنهزوا البانسو تنصبغوا في الوسط في الاول، مي خاصنا نيفيتيو الكونتور ديال لونغل باش ما نمسوش بالصباغه. بالنسبه للبنات اللي عندهم اصابع كبار ولا ظفر الظفار تيكونوا كبار، تنصح ما يصبغوش الظفر كامل باش ما يبانش لهم يديهم كبار. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم يديهم صغار العكس الصحيح، يصبغوا الظفر كامل باش يبان لهم تبان لهم صباغ. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي البوز فيرني. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم بوغ مانيكور ميزون. ساهل البنات، خصكم غير هذا الشيء يعني بهذه الطريقه وبهذه الخطوات تبعوها، ما تحتاجوش تمشيو لي صالون.